مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في حلقه جديده من بيروت اليوم، حيث استضيف معالي الوزير السابق الدكتور محمد جواد خليفي، ومعه سوف نتطرق الى الملفات الاتيه. الرئيس بري سيمدد للمجلس النيابي 30 سنة اذا اقتضت مصلحه الدوله، فليس خيار الشعب هو المصلحه العليا. ما هي أسباب العلاقة الملتبسة دائماً بين الرئيس بري والعماد عون على رغم دور حزب الله الضابط؟ فيروس إيبولا يرعب العالم، فكيف يستعد الفريق الطبي في لبنان لمواجهته؟ مع الوزير، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، شكراً لك على الفرصة وللمستمعين. بعد التمديد الأول والتمديد الثاني، يبدو دولة الرئيس عم يفكر بالثلاثين سنة اللي جاية. الله يطول بعمره. دولة الرئيس، الموضوع اللي نفوت بالموضوع مباشرة، لا شك التمديد بالنظام الديمقراطي ما حدا بيدافع عنه. أسوأ شغلة تكون أنت عايش بدولة ومبدأ التمديد بالعملية الديمقراطية هو نقيض الديمقراطية ونقيض المنطق التمديد. ولكن اليوم اللي الوضع، لحتى ما نعيد اللي انعاد واللي تكرر واللي صار مستهلك، الوضع واضح كتير. اليوم في البلد منه بالبروسيس اللي لازم يمشي فيها. رئاسة الجمهورية في فراغ بموقع الرئاسي، وفي حكومة فيها 24 وزير، كل وزير من الرئيس الجمهورية ورئيس حكومي ورئيس مجلس نواب مرتبط أمضان، مضى كل شيء بيوقف، ونحن بوضع غير سليم، إضافة إلى الوضع الإقليمي والوضع الأمني والارتباطات والصراع الإقليمي اللي صار لبنان جزء منه، بمرحلة من المراحل كان بعيد عنه صار جزء منه. عملية الانتخابات لبسطها، بالنسبة لدولة الرئيس بري ما عنده مشكلة بالانتخابات، نص مرشحين وطالعين بالتزكية، وأولا هو ما هيدا السؤال اللي بيخلي كتار ناس انه ليش بده يروح على تمديد. اذا بتطلع بالامور هاي وياها، الاطراف اللي موجودة الباقي ولأسباب عديدة ما بتظن ان الوقت ممكن يفيد بالانتخابات. ليه خدمها هالخدمة؟ الانتخابات، بس قبل ما فوت على الموضوع هيدا لقلك، كان في تمديد اول وكان هناك وقت كافي، ما في جدول واحد قدام للنواب او للقوى السياسيه او لزعماء القوى السياسيه هو انتاج قانون انتخاب. اول شيء هالانتخابات فيها وبلاها مثل بعضها، اذا بدك تفوت فيها على قانون الستين شو راح تغير؟ رئيس كل كتله ممكن يغير اسماء كتلته، بصير في خلل، نائب او نائبين زياده بيروحوا من هذا الفريق لهذا الفريق، اللي هني بعدك بنفس البلوك، لا فيك تشكل حكومه الا بالتراضي لانه ما في اكتريه، ما فيك تنتخب رئيس جمهورية إلا بالتراضي، وما في شيء بيتغير. اليوم للأسف بينحكى عن التمديد أو الانتخابات اللي كتير بسمع، وكأنه الأمر هو أنك تلفت، وهذه فكرة ذكية وبالطب بنستخدمها، أنه divert attention، تلعب بالدماغ، بدل ما أنت مركز لهون بياخذ لك تركيزك لهونيك والجوهر هوني. اليوم الجوهر بالانتخابات هو مش بالانتخابات النيابية أنك تعمل هذا التمرين الرياضي تتمشى الصبح، الجوهر بالانتخابات انك تعمل قانون انتخابات تفرز فيه حكم مظبوط، تفرز فيه عمليه ديمقراطيه مظبوطه. بس دكتور رئيس، ليش عم الوزير ليه عم تفترض انه الشعب رح يرد النواب ذاتهم؟ طبعا كانه كيف تفترض معادلات، في ارقام وفي ستاتستكس. هي ذاتها، مين قال انه الناس ما بيتغيروا او الناس ما عندهم بيتغيروا الحق يغيروا رايهم وينتخبوا غيرهم؟ هو الناس لهم الحق وقالن كل شيء، بس ولكن بالعام بالواقع هذا القانون بيرجعك بلس اور ماينس 3، يا بثلاثه لهون او بثلاثه لهون، اذا بتحسبه بتعمل مصاريف، بتعمل ركض، بتعمل نقل، بتعمل اللي بدك اياه. تعال بالمناطق، بلش معي جنوبا من المناطق اللي نحن فيها، ما بيتغير نائب، غير محافظه جنوب ثلث لبنان ربع لبنان، اذا بدك تخلي، اذا قررت القوى السياسيه الفعلي. بقاعا نفس الشيء، في بعض الاصوات ممكن بحكيك اياها بصراحه، بالمناطق اللي فيها صراع، فيها تعدد صراعات اراء مختلفه بالمناطق المسيحيه اللي ممكن تروح الاتجاه البوصلي بهذا الاتجاه وهذا، ولكن هذا غير كافي لتغيير الواقع السياسي. بغير اسماء الوزير، باي حق القوى السياسيه تقول واحد لن يتغير شيء
يعني بحد ذاته هذا امر لانه القانون ما بغيرك. انت عم تيجي تاخذ بري بيد في احترام للوكاله اربع سنين بري بيد تيكت. هيدي القانون للانتخابات قانون الستين مثل عم تشتري جهازي بطاقه مدفوعه فيها يعني سلفا. هذا القانون هيك بوصلك. هلا تقلي التمديد انه حدا رح تلاقي حدا يدافع عن التمديد، التمديد مناقض للمنطق. طيب في شيء طلب من دولة الرئيس دولة نعم طلب منه مثلا انه مقابل هذا الامر هذا الامر دولة الرئيس يعني عنده نعم. اليوم هو تقريبا عدد نواب طالع تزكيه ومنهم هو شخصيا نعم. نعم. وفي كتير قوى كمان كان بالجبل او بغير مناطق نعم. تيقبل هذا التمديد بوقت يعني الحجة الامنية بتعرف حضرتك امبارح استذكرنا عاشوراء ومسار ضربة كف. لا الموضوع الأمني منه مشكلة، الموضوع الأمني منه مشكلة يعني الموضوع الأمني منه مشكلة ولا رح يكون. ليش دولة الرئيس بده يهدي الأشخاص الآخرين هذا التمديد طالما هو مأمن حاله؟ ما عم يهديهن إياه. دولة الرئيس عادة بيطلع على يعني الرئيس بري منه عاد لاعب سياسي ضمن المعادلات الصغيرة. رئيس بري بتعرف كيف بينزل لمصلحة البلد ولوين رايحة الأمور وآخرة الأمور كيف تقدر تضب الوضع نتيجة المراحل والخبرة السياسية اللي عنده إياها ونتيجة اللي بيعرفه أكثر من غيره كيف ممكن تمشي الأمور. اللي حصل أولاً الرئيس بري دائماً بيتمسك بشيء اسمه الميثاقية، إنه أول شيء اليوم قبل ما نفوت على هالموضوع هيدا انتخاب رئيس الجمهورية الخلاف وين موجود بالانتخابات بعدين إذا بدك ترجع له. الرئيس بري بيطلع على الموضوع اللي طلب كان في كلام واضح لكتلة المستقبل ولدولة الرئيس سعد الحريري انه نحن ما منروح على الانتخابات وبنسحب ترشيحنا موجودين عمليا احد المكونات الاساسيه بالبلد مش مشاركي المسيحيه كمان مش مشاركي. لا المسيحيين شاركوا باكثر من النص بالتمديد بنهايه الامر بالتمديد. من بعد شو ما كان ما مش مهم انهم نزلوا في بطرك حكي كلام نعم في قوى سياسيه الاساسيه كلنا سوا عمليا نحن ضد التمديد. ليش في مواطن بيكون مع التمديد عملك القصة بس ولكن الموضوع الأولويات اللي صارت مطروحة الأولوية اللي مطروحة على البلد إنك كيف أنت تضب الوضع الشاذ اللي غير منطقي وموجودة في البلد كيف تخلي المؤسسات الموجودة واقفة على جريها وصولا إلى انتخاب رئيس الجمهورية. هذا كله ما له لزوم رئاسة مجلس وزراء تمديد لنواب إذا ما في رئيس جمهورية بيت الأصيل يكون في رئيس جمهورية والعمل على إيجاد رئيس جمهورية. انك تمدد مش اوكي مش اخر خليت مؤسسه واقف في ماشي الحال الايمج اقله انه الهيكل بعده موجود شكله بس ولكن الموضوع اللب الموضوع هو انك كيف توصل لرئاسه الجمهوريه. اذا بموضوع التمديد لك سالتني السؤال فكرت لي واضحه ومش بالسر يعني مش بالكواليس صرح دوله الرئيس سعد الحريري انه نانا ما رايح على الموضوع هذا. النائب وليد جنبلاط اساسا قال انه بين فراغ انه ما نجري انتخابات لاسباب معينه او نخلي الوضع القائم كمان موجوده الامور هذا بيجي عندك بعدين بالوضع المسيحي. كان في لقاء بين دوله الرئيس بري والجنرال هون اللي هو حليف ومن نفس الفريق هلا بتقلي بيصير في تفرق ببعض الامور. خلال تصريحه الجنرال هون اوحى انه في فراغ بالواحد وكان في اظن تصور انه ممكن ينزل على او راح ينزلوا على مجلس النواب ولكن الجنرال هون انه ضد التمديد. عمليا انت وقت اللي بيكون في موضوع مطروح وبتشارك فيه وبكون عندك انطباع شاركت فيه لو انتخبت ضده وصوتت ضده هذا بنا مشكله. ولكن بنهايه الامر ما قررت الرئيس بري كان ضمن التصور هيدا انه كمان نازل الجنرال عون على 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 المجلس وكان في كلام واضح وتفاهم من قبل القوات اللبنانيه للموقف الموجود وكان في تعهد كمان انه هذا التمديد اليوم اذا بتلاقوا بتساووا قانون انتخابات والرئيس بري ممكن على جلسه عامه يحط القوانين المطروحه ونقوا قانون ما ضروري تروح المدي للشهرين يجي رئيس جمهوريه يقول ان احنا هذا الموضوع بالتفاهم فيك تجري انتخابات. مع الوزير يعني ما ضروري انه عم تمدد طلعت لاشياء عديده بس نعم. انا بس خلينا نبلش من اخر نقطه يلي تفضلت فيها وقلت انه راح يحطوا على نار حاميه قانون الانتخاب اذا بتتذكر بالتمديد الاول مزبوط قال التنين نعم فقط كان التمديد الاول نعم التنين امبارح نعم وين مسؤوليه الرئيس بري هوني؟ سمعت حدا من رؤساء الكتل النيابيه او الكتل النيابيه اللي هلا عم تقول انه هي ضد التمديد عتبته
قالت انه يا دولة الرئيس نحن جاهزين، عطلوا التشريع، سكروا مجلس النواب كمان، بطلوا يجوا على المجلس. هو للتشريع بيتعلق، لا اللجان موجوده، لجنه القانون والعدل كانت عم تجتمع، اللجان عم تجتمع، ولكن الجلسه العامه الانتخاب في قوانين انتخابات عم تدرس. لا. واحد اثنين ثلاثة أربعة، من آخرة النهار شو بدك تساوي؟ سنة وعلى سبعة شهور يعني آخرة النهار في قوانين موجودة، وقت اللي بيتعذر بت واحد والتفاهم عليه باللجان طيب يخدن على اللجنة العامة، وفي هو التصويت صوتوا على أحدهم بس. ولكن اليوم اللي عم نجرب نقوله، أي قانون ما هي بدكش تعمل الانتخابات مش تمرين، يعني مش مثل بقولوا فن فور فن، او يعني انه انك انت عم تسويها هيك فن ايه، ما مش هي القصه. نعم بسمع عليك، يعني وتوهم العالم انك عم تسوي انتخابات. تتذكر وعد اول شيء انه يعمل قانون انتخاب بعد التمديد الاول، وما عمل اي. ما هو بيعملوا، يعني هو بيعملوا القوى السياسيه بتعرف حضرتك اللي موجوده ايه، اللجان مفتوحه اجتماعاتها. الامر الثاني قال انه ما بيمدد لو شو ما كان، تتذكر من شهرين ثلاثه لورا. نعم. لن يقبل بالتمديد لمجلس عاطل عن العمل. مزبوط. صار في تمديد لمجلس عاطل عن العمل. لا ظروف التمديد ما عملك، ظروف التمديد في قوى اساسيه اللي هي بدها تنتخب، قالت انا مش رايح على الانتخاب بس يعني الا على الميثاقيه الاخرين. بس خليني اسالك، في كثير ناس بتتساءل انه قد يكون الهدف من هذا التمديد افراغ المجلس النيابي والحياة الديمقراطية في لبنان من مضمون الديمقراطي، واظهار المشكلة عامة. يعني مثل ما تفضلت حضرتك وقلت، في عنا عيوب بالنظام عم تظهر اكثر واكثر، عدم قدرة انتخاب رئيس جمهورية، كل مرة بدنا نشكل حكومة بدنا نقعد 11 شهر تنقدر نشكل حكومة، لما لا تظهر المشكلة كلها سوا بما فيها مجلس النواب، و نفتح الحديث حول البحث في الصيغة أو في العقد الاجتماعي. ما بدك صيغة اليوم، أول شيء بجاوب على السؤال، واليوم إذا كنت أنت بمشكل وبورطة بتحدد خسائرك، ما بتروح على ورطة أكبر. اليوم عندك مجلس نواب، فريق ومرق لبنان فيها قبل، وصار في انتخابات قبل، واندعى لانتخابات قطعوها المسيحيين بأحد المجالس النيابية، ما اعترفوا فيه المسيحيين، وكانت القصة مشلولة. اليوم الذهاب اذا انت بورطه بمشكل، ما بتروح على مشكل اكبر منه، بترسم بسطر بتحدد الخسائر. اليوم قوى اساسيه قلت لك الاقل تضررا من اجراء الانتخابات ما بغير على واقعه شيء، الرئيس بري كتلته هي ذاتها بتجي، وعنده ما يكفيه من التحالفات لينتخب رئيس مجلس نواب، الا اذا كان المطلوب قاعد مرتاح. طيب. الا اذا كان المطلوب اظهار عيوب النظام والدفع باتجاه النظام البحث. اصلا ما في عنده عيوب لانه ما طبقنا للنظام، النظام ما في عيوب. اليوم عم يجي ينحكي عن الطائف انه بدك تعدل وبدك تساوي، ليش طبقته للطائف لتعدل؟ الطائف ما اجى من الفراغ، الطائف ما هو دائما في شغله بالدنيا، وخذها مني كطبيب مش كشخص بتعاتب الامر عام، كل شخص بفكر حاله هو اول شخص خلق واخر شخص بده موت، هي المشكله الموجوده. اليوم ما حدا عم يتطلع انه اليوم الحراك السياسي واللي وصلنا له بلبنان والحروب واللي وصلنا له، لو وصلنا الى وضع اجمع العالم فيه انه يا عمي هذا الطائف صار نظام تفضلوا طبقوه بتقسيم المحافظات بالنسبية وسيلة للانتخابات بغيره ما تطبق. ما اليوم إذا أنت عندك نظام ومطبقه بتقول كيف بدي طوره، بس ما أنت في عندك نظام بنديك ومش مطبق منه شيء بعدك، ما الذي يمنع مش طبق ما مطبق النظام. منه شيء لأنه بالمسايرة، ما هو عمره 25 سنة هذا النظام بالمسايرة، أنه هذا بيناسبني وهذا ما بيناسبك. مثل قضية الانتخابات، هلأ الانتخابات أنه مرة على انتخابات بقانون 60 ليه؟ لأنه كل واحد مصادر كل اللي حواليه. مسيحيا بدي أسألك، نحن خود بالشيعة بمنطقة السور مش أقوى شيء كحركة أمل والتحالف حزب الله وحركة أمل، في 40% من الناخبين بروحوا على البيت بعد الانتخابات، ما بتقعد تسمع لهم صوت 5 سنين، هولي ما قالن رأي. اليوم النظام الأكتري لو في حزبين ببلد وهن عم يتشارطوا شو بدهم يساووا؟ اليوم من لبنان النظام مركب، نظام جاي أنت بده يرضي لك الطوائف، بده يرضي لك الجماعات، بده يرضي لك العشائر، بده يرضي لك العيال. نحن لبنان عندنا تركيبة خاصة لا يناسب لبنان، وحماية للمسيحيين خلاف ما بيفكروا انه نحن مندوب بالنسبيه ضماني لالهم، تحسبن على القلم والورقه بتطلع النسبيه ضماني لالك. انت ما فيك تجي بعدين على نظام اكتري بعد جيلين ثلاثه يجي حدا ديموغرافيا يقول لك ليك والله الاسلام نحن صار عددنا 75% وانت هون 25%، شو بنظام اكتري بدك تشاركني بالنسبيه؟ دائما الانسان بده يحسب لقدامه، بده ياخذ خطوات بحياته. اليوم المنطلق السياسي العربي كلياته، المفهوم السياسي العربي، المسيحيين كانوا واعيين لهالقصه، مش هلا في مسيحيين، المسيحيين هن اساس الشرق، وكانوا عم يفكروا كيف هالتعايش يستمر. والفكر الحزبي اللي طرحوه اللي تأسس إن كان بالبعث ولا بالقوم السوري ولا بغيره، الحركات السياسية أسسوها مسيحيين، شو هو؟ إنك لتدوب
الهوية الدينية لهي الجماعات يا إما بهوية قومية أو بهوية إنسانية إنك عربية أو غير من هالنوع هيدا. ليه؟ لحتى ما يبقى هيدا العام موجود أو إيديولوجية. أنت اليوم ليش لا تسويها تكرسها إنه لا خلينا نحن نكون شيعة، خلينا نحن نكون سنة، خلينا نحن نكون مسيحية. طبعا منها هالمرة ومرت الجاي ما في حدا رح يفكر إنه يا خي عم في حصص هات لنقسمها على القلم والورقة، ليه بدنا نعملها هيك؟ شو جنوب أفريقيا قد استمر؟ نعم بس مع الوزير إنه هذه الاستفاقة يعني ليش ما مثلا ب 92 عندما كان الموضوع ميثاقي لم يأخذ الرئيس بري وفريقه الموقف ذاته وكانت المقاطعة أكبر بكثير. ديك لا أحكي لك إياها. لا وأكثر من هيك تكررت قوانين الانتخاب، كان الرئيس بري دائما يحاول مش بس إنه يعمل محافظة واحدة، يعمل محافظتين بأكثر من. كان وقتها في شركة تانيين بالبلد وكان في انسهارات التحالفات، كان الرئيس الحريري في كان تدخلات صاير تحالفات مسيحية يعني ضمن يعني الأمور هيدي، كان يعني في تحالف مصالح وراحت العالم. واليوم بدنا نفتش عن مصلحة الرئيس بري. السؤال يعني نعم. وين مصلحة الرئيس بري وكفريق سياسي اليوم بالتوصل إلى تمديد بعيدا عن المبادئ يلي ما حدا عم يشكك انه ميثاقية اليوم؟ نعم اليوم انت الاحداث بس في مصالح، الاحداث اللي صارت بلبنان في شيء تسوية معينة من طرحت ضب البلد في ضايه في تسوية. اليوم مش اخر الطريق الرئيس بري انه سوينا، عندك حكومة ماشي الحال، في عندك مؤسسة مجلس نواب قائمة، والرئيس بري ما بيعارض على بكره ينتخب رئيس جمهورية ويتساوى قانون انتخابات، يتساوى انتخابات مبكرة قبل بوقتها، يتساوى رئيس جمهورية وقانون انتخابات. أول واحد بلبنان كليته بقول لك تعال نسوي انتخابات مبكرة رئيس بري، ما في لا مشكلة مش موجودة، قلت لك لأنه ما مشكلة، ما عنده مشكلة لا حركية ولا حزبية ولا تمثيلية ولا بوصوله لرئاسة مجلس النواب، موضوع منتهى منه. في التحالفات اللي عنده اياها، في الانتخابات نعرف شو حجمه بال في شيء بالافق بيتعلق برئاسة الجمهورية من بتسوية مع تيار المستقبل حول هذه النقطة؟ انا برئيسي برايي وما عم لك انه ما عم الزم ما احكي كلام انه عن لسان الرئيس بري، ولكن برايي دولة الرئيس هذا الخيار كليته قبل بالتمديد ليسهل للوصول، ليكون في آلية انك ما تفوت بهذا الجدل. هلا تعرف اذا فتت بالجدل انت هذا الانتخابات شو كان الول؟ في عندك حكومة عملت انتخابات نيابيه، الحكومه صارت حكومه تصريف، حكومه صارت حكومه تصريف اعمال مسيحيا، في عندهم صالح للمسيحيين انه حدا يجري استشارات ويركب دوله بدون رئيس جمهوريه؟ انه بدك تيجي تقول انت هلا في حكومه صارت هي الحكومه تصريف اعمال، في عملت انتخابات نيابيه، ما في رئيس جمهوريه، يمكن تضل العقده قائمه نفسها. ليش قلت لك انا على قانون الستين بدك ترجع تعيد الاكسرسايز هو ذاته، بدك توصل للتسوي. مين الانتخابات رح تصير؟ وليد بيك جنبلاط رح يتغير وناخبينه؟ حزب الله رح يتغير وناخبينه؟ سعد الحريري بيتغير وناخبينه زائد او ناقص نائب؟ الرئيس بري رح يتغير وناخبينه؟ في رح يصير صراع بين الكتائب والقوات والتيار الوطني الحر اللي بغير 3-4 نواب. هل يحسم انتخابات رئاسة الجمهورية تغيير 4 نواب بهذا الفريق او غيره؟ هل يحسم انتخاب 4 نواب بتشكيل حكومة أكترية بهذا الفريق أو غيره؟ بتعود بترجع بتقول نحن عملنا هذا التمرين لفترة سنة وخلونا نرجع نساوي اللي ممكن تسويين هلأ. أنت منك بوضع سليم لتساوي هايدي، أنت بك تحدد خسائرك. وأنا بضر الرئيس بري أكيد اليوم صار في كلام مثل التحية ورد التحية بين تيار المستقبل وحزب الله أنه مستعدين للحوار وغيره، والكل شركة في شيء عم الجنرال عون وغيره، في شيء عم بيصير تحت الطاولة هالبلد ما بصير فيها شيء. لا تحت ما فيش تحت الطاولة بهالبلد، كله ببين، بصير اليوم تحت الطاولة بكرة الصبح بتلاقيه صار مش فوق الطاولة ضارب بالسقف. هذه البلد نظامها وتركيبتها لا تسمح إلا بحوارات بين جميع أفريقاء وتعمل كومبرومايز وصولا لاستمرار البلد. بدك تطور نظامك السياسي وتصير أنت دولة مهمة أكتر، روح على النظام الحزبي والنسبي بصفي، عندك 9 كتل نيابية أو 10 كتل نيابية، ساعات اللي بدهم بيعملوا كوليشن تحالف 4-5 بشكل حكومة تاني يوم، ساعات اللي بدهم نازل على المجلس ولا مش نازل بينزلوا 7 كتل، بينزلوا بيعملوا بيختخبوا رئيس جمهورية وبتنتهي من هالبلوكات هيدي كلها. هيدي إذا بدك تمشي بي إذا بتقول بدي ساوي المزبوط، بس إذا بدك تساوي انتخابات نتائجها معلنة سلف إيه بتتكمش بقانون وبتقعد بتقول أنا ما بساوي هيك إلا ما ساوي. حان الوقت للتفكير بقانون انتخاب برأيك؟ طبيعي طبيعي، اليوم كل ناخب مش الاحترام اللي خصمه لا السياسي، لا نحكي بالسياسي مش بالمبدا، بالمبدا نعم الموضوع نعم مأخرين مش نعم عمره 10 سنين تأخير. قانون الانتخاب بس بالسياسي الحالي بينت معالم القانون، هل مثلا التسوية اللي حكيت بتأجيل الانتخابات او تمديد المجلس تنطوي على اتفاق على قانون انتخاب؟ لا احكيك اولا
في وجهة نظر اليوم أنت ما ضروري تحترم خصمك السياسي وكيف يناسبه القانون، لازم تحترم ناخبينك. اليوم وقت اللي ببلد مثل لبنان، بلد صغير في قدرات كبيرة، شو هدفك أنت إذا كنت بدك تبني بلد؟ تشارك الجميع بالحكم، مش تبعت 51% على البيت. وشي في أمثلة كتيرة بالزمانية، بتعرف شو قال له مرافقه لهتلر وقت اللي كان بالصراع وبعز الأزمة والشوفير تبعه وقال له انه شو قضية الرأسمالية والنازية ونحن والديمقراطية، اشرح لي الديمقراطية. قال له الديمقراطية وقت 13 واحد مثلك بيغلب 12 واحد مثلي، وقت 13 شوفير مثلك، مع احترامي للمهن وشي بس ولكن للخبرة السياسية وغيره بعده 12 واحد مثلي بالبيت. بكل بساطة بسمارك انسأل بوقت كمان الأزمة بألمانيا، كان في أزمة مثل هالأزمة، قال لي أي قانون انتخابات مهم إذا في ناخب، هلأ لا في عندك هيدي ولا عندك هيدي. اليوم الناخب مقسوم طائفيا، مقسوم مذهبيا، مقسوم مناطقيا، معبأ في تعبئة إلى أول ما إلى آخر. اليوم أي قانون انتخابات بدك تطلع حالك من هذه الأزمات، تضمن كل الأمور بتروح على انتخاب نسبي أو نسبي مختلف. بلش الحكي فيه موجودين كل هالطروحات موجودة، بس إنه في اتفاق معين عم بيصير على شيء. هيدا بده ينترك كل واحد بده يزين مصالحه، يعني بده يزين مصلحة البلد. وانا اظن احد الخيارات عم الليحة بس هيدا خيار موجود على لجنة القانون والعدل، احد الخيارات الموجودة. بيبقى افضلها بمرحلة انتقالية للانتقال الى مكان اخر. الكلام يلي حضرتك تفضلت فيه بيفتح ملف العلاقات دائما الملتبسة بين الرئيس بري والجنرال هون، ودائما يدخل حزب الله كضابط لهذه العلاقة، يعني مثل كأنه تصبح عداوة ودية أو صداقة لدودة. فكيف؟ بالعكس الرئيس بري ما في أي مشكلة، والجنرال عون حليف وبالسياسي وبالخوط العريضة ولا مرة شايف، بس التمايز ببعض الآراء أمرار، أنت عندك وجهة نظر هون وجهة نظر هون، هيدي بتصير. والرئيس بري عمليا كان بانطباع أنه جنرال نزل على المجلس ورح يصوت ضد القانون لأنه رافض للتمديد، يعني منه أنه والله التف عليه أو حشره أو شيء. إذا بدك هل هو غياب الكيمياء؟ هل هو استقواء العماد عون بعلاقته مع حزب الله؟ لا العلاقة يعني الاستراتيجيين كان حزب الله والرئيس بري هي وحدة، منا علاقتين منفردين لحتى تفوت بجزء من هي العلاقة. والجنرال عون مقدره مواقفه ونظرته للبلد وتمثيله وكل الأمور هاي، وأنا ما بلاقي غلط إنه رفض هذا المبدأ، كله بدخل ضمن العمل الديمقراطي. هلأ في حسابات تانية أنت بتكون باتجاه الرئيس بري، يمكن لا باتجاه تاني آخر، يمكن تكون بالصراع المسيحي، يمكن تكون بالصراع الوطني، يمكن تكون. بس الرئيس بري شايف بهالمرحلة تركيب البلد بيستدعي أنك تثبت مؤسسات موجودة ولو كانت هالشي ولكن إلها شرعية ومؤسسية لوصولا لانتخاب رئيس الجمهورية. وبظن أنا همه الأول لدولة الرئيس بري هلأ هو الوصول من خلال إذا مش قادر يدعي لجلسة حوار عامي بين الكل، اظن يمكن الرئيس بري يعمل حوارات ثنائيه او ثلاثيه وصولا بس انه صار اكثر من مناسبه رئيسي. الرئيس بري يسير بعكس اتجاهات العماد عون وما بياخذ مواقفه بالاعتبار. لا ما صار شيء، لك هذا وقت ضايع، ما في شيء استراتيجي صار، يعني ما صار في شيء جدي بعد. انه شو في بالبلد؟ نحن عشو مختلفين بالبلد بالاساس؟ ما هذا البلد اذا ما بصير في انقاذ له عشو؟ ليك هذا البلد صار كم سنه بلا موازنه؟ 6-7 سنين 8 سنين بلا موازنة. تعرف لأنه إذا عملت قلبك إذا عملت موازنة لأنه لا بتقدم متأخر خلافا من فكره الكل، عندك أنت بلد ما بده موازنة لا لك ليه ما بدهش موازنة؟ أنا كنت وزير وكنت أدرس الموازنة، أول ما طلعت على الموازنة على تشارت تبع الكمبيوتر صرت أضحك، كل رواتب ودين. عندك 52% رواتب، بعد في أنت وكوريا الشمالية بيدفعوا 52% رواتب من المنتوج الدولي. إذا أنت بنظام رعائي اللي ما عندوش شغلة خلينا كل مرة في 30-40 واحد قبل الانتخابات معلمين جيش درك فط. اذا انت 52% من الجي دي بي تبعك، يعني صور انت اجار البيت تبعك هلا بشغلك 52% بعد ما بلشت بشيء، بيجي عندك خدمه الدين 30% ما عارف 25% ما بعرف قد ايه صاروا هلا، صرت بال 60 65 80% صرت بعدك محلك ما سويت شيء. هولي ما لك سلطه عليهم ولا له مجلس النواب حق الرقابه عليهم ولا له حق مجلس وزراء ولا رئيس جمهوريه، وبيجيك عاجز المحروقات والكهرباء شيء مليار ونص مليارين دولار، بيبقى لك انت من هي الدولة كلياتها لتنميها وتطورها وشي 11% من الجي دي بي تبعها، يعني اللي هو ولا شيء اكس. يعني انت واهم حالك انك انت وزير وعندك موازنة، واهم حالك انك انت بدولة كذا ودايرين على بعضهم بهوت تنقيرات، انا كمشت كذا وانا حاربت الفساد، ولخاصة فيش فساد لتحاربه، ما انت في بنديك 16 او 11%
ما تبقى من الدولة لحتى تشتغل فيها. وهذا كتار بيوهموا حالا في فساد بالدولة اللبنانية، لأنه ما في شيء عاد، ما هو ما هذا الفساد هونيك عندك تخسر مليارين دولار كهرباء. خلفك الوزير أبو فعور صار بالوزارة اللي حضرتك كنت فيها. شو اللي صار فيها؟ صار مسجل 10-15 مخالفة كشفة على مستوى. هول كل عمرهم بصيروا، هول كل يوم بيجينا، كان الوزير أبو فعور وزير نشيط وعم يشتغل مزبوط شيء، بس هولي مثل الترويقة الصبح كل عمره بيجينا مكاتيب، هذا فلان فوت هذا هوني وهذا موت وهذا صاحب مستشفى زرب بيزعبر وشي. بس ما هو انت وقت ما بتكون واضح مع غيرك ما رح يكون واضح معك. بعرف مثلا هذا المستوصف تبع المختلين عقليا، هذا بنهاية الامر انا كنت روح على مجلس وزراء الا للدولة ناولين شي 100 مليون هيك براني، واحد ضابب عنك 300 مجنون عندي مشاكل مختلفة تماما، وانت عم تقول له خذ 17000 ليره او 20000 ليره وطعميهن وشربهن واعطيهن الدواء، انت كدوله مأمن له 16-17000 ليره بتنيمه وبتعطيه الدواء وبدك تطعميه، بيجي بنام له ساعتين ثلاثه اخر الليل بخزق المخدات والفرش وبكسر الابواب وبفل وبروح بجيبوه. لو ما السفاره السويسريه والسفاره الايطاليه ليش هي الدوله بقي فيها مصاري لتتحمل مسؤوليتها تجاه مواطنيها؟ خلوا فيها مصاري. هذه دوله وقت انت بتخسر مليارين دولار بالكهرباء وبالمحروقات وتدفع 52% من معاشك وتدفع 35% دين، ليش بعد فيها شيء؟ انت عم توهم حالك، انت وتجي بتطلعوا عليك العالم بتضحكوا عليك، انت عم توهم حالك انك انت كامش دوله ودايره. هذه كل اصلا هي هذه كل الدوله قد عدد سكانها 4 ملايين 4 ملايين ونص، تجي قد بلديه باريس او قد بلديه لندن 7 ملايين، لدائرة رئيس بلدية وأربعة أربعة خمس أشخاص. بس اللي عم بتقوله معالي الوزير يدين نحن اللبنانيين يدين فريق سياسي حتى كان أساسي، مش إنه مش عم يديني أنا فتت على الدولة لقيت فيها لقيت 35 مليار دين مش كشخص كطرف أساسي اليوم يشارك. نحن إيه لحد هلأ فشلنا بترجمة مفهوم الدولينية نتيجة إنك أنت بدك تخلي بدك تساوي هالشغلة. بس انتبه، ما تقرب لي على جامعتي وما تقرب لي على طائفتي وما تخل بالتوازن الكذا وما تخل بالتوازن المناطقي وما تخل بالتوازن الجغرافي وراعي لي الوضع الاقليمي، ماشي الحال، ما مثلك مثل غيرك عايش وماشي الحال. لانه بس ليه انا عم نعتب هالعتب؟ لانه لبنان دوله اقوى من هيك بكثير. لبنان دوله فيها 70-80 ألف جامعي بيخرجوا كل سنه، فيها عشرات الالوف من اللبنانيين بمراكز قياديه بالعالم. مش انت عم تندب على حالك واسفان على حالك لانه مش طالع منك شيء، انت لانه بيطلع منك كل شيء وما قادر تسوي شيء ببلدك، هذا هو المشكل. مين مسؤوليه مين هيدي؟ مش بركي لازم هذا النظام كله، هذا النظام. ليش عم اقول لك انا بتروح على نظام انتخابات؟ انت بس اذا بترجع من ليك بتسلط هذا النظام، هيدا هو النظام. بدي اسالك الرئيس بري سالتني عن الفريق السياسي، لا. شو قال؟ قال النسبيه بتخسرني 5 نواب وبتربحني لبنان. ونحن بعدنا بنقول قانون، مش لان النسبيه ما بيتحمل رئيس بري والترويكا اللي كانت قائمة من 92 لليوم هي وهلأ سبب الوصول. كان 92 الدين مليارين دولار، مليار دولار كان. ما في، أنا ما رح زدت الأمور على حدا تاني على فريق تاني. أنا كان صالح يقول نش نحن كنا الحاكمين ومش نحن معنا مجلس الماء والعمر وكذا، نحن ما بنتهرب من هالأمور هيدي، هذا واقعنا، هذا نظامنا السياسي بينتج لك هيك أمور. بلد 50-50 بالتساوي، نص بنص بالوظائف، قيادتها نص بنص، ما حدا بيساوي شيء إلا ما يساوي شيء ما قبيله. اللي عم أجرب أقوله أنا ما بفوت بالزواريب عادة، أنا بحكي الأمور بالشكل العام كيف مبيني. الأمور بالشكل العام مبيني نحن لحد هلأ فشلنا في بناء دولي. لك لا لك، هذه الدولة قدمت كل شيء للطوائف، أعطتن البدنية، أعطتن الأوقاف، أعطتن المحاكم الخاصة اللي بدها إياهم، اللي بدها إياها سوتلن إياها للطوائف على أساس إنك أنت، وهذه نعمة إنك بدولة متعددة وكذا كذا. بس الطوائف بعد خايفين ما يفوتوا بمفهوم الدولي. ليش هي لل 75 كان خايفين ما يفوتوا بمفهوم الدولي. 75 كانت مؤمنة الامور اللي عم تتفضل فيها، وكان لبنان بلد عنده طبعاً فائض بالميزان التجاري، طبعاً كهرباء 150% مش 100% طبعا، انت بتصدر مي 94% واصله للبيوت. لانه انت بنيت معطياتك، بنيت دولتك على معطيات خاطئه، بنيت دولتك انه الحل السلمي جاي وانه الاجتماعات اللي صارت بمعارف وين، وانه على بكره رح يفتح خط السكه من فلسطين مرورا بلبنان ويطلع على سوريا، وانه بكره كذا، والامور اجت مختلفه تماما. اوى سرابين كذا فلان فلان، وانت بنيت بنى خط سياسي وما تنسى لبنان ووضعه. مع الوزير نتوقف، نعم، مع فاصل اعلاني، بعدها نتابع حلقتنا. نتطرق لشوي موضوع انتخابات رئاسة الجمهوريه، اذا في اي تحول، هل شايف انتخابات بالفتره القصيره؟ نتكلم عن هاجس حضرتك معني في موضوع وباء الإيبولا،
وقضايا أخرى مع معالي وزير الصحة السابق الدكتور محمد جواد خليفة بعد الفصل. نتابع مشاهدي ام تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم وضيفنا معالي الوزير السابق الدكتور محمد جواد خليفة. مع الوزير يعني كنت بقرر ما اسالك سؤال بس ما حسيت قادر اقطعه. يقال انك استبعدت على السياسه من وراء ما ذكرته ويكيليكس. قد يكون الانسان دائما عنده راي. انا مسؤول عن اللي قلته هلا، اللي قال شيء خلافا اللي ما بقول عنه ما مسؤول عنه. انا زلمه باخذ قرارات، في ناس بياخذ قرار بيعمل له عمليه يا بموت يا بضل طيب، فولا مره بتردد بقرار بياخده ولا مره بتردد برايي بعطيه. هلا اللي مش قادر يقابلك يجادلك ليه حكيت هيك وما هيك، هذا كمان ما عندي مشكله معه لانه ما قادر يجادل. بس ولكن بالموضوع هذا انا بعتبر حدا لي اشك لا لا باحسن العلاقات. انا شو نحن وحزب الله واحد، ما في مشكله. هذا ما يعني ما عم احكي بالاتجاه هيدا. بس ما حدا سالك ليش قلت هيك؟ ما قلت، انا اللي قلتهم بعدني بقولهم. شو اللي قلتهم؟ انا ما قلت الا الشيء اللي فيه مصلحه بلدي ومصلحه المقاومه. هلا في ناس قرروا يقيموا منهم وحطوا شقف وزيدوا شقف. لا التوصيفات هذه شغلتهم التوصيفات يعني شغلتهم وابسط لهم. لا التوصيفات اللي اعطيتها. ما انا ما كان عندي مشكله اذا طلعت وزير، ما كنت راح اقعد بالبيت. طلعت وزير بروح على شغلي، بروفيسور رئيس مراكز بطلع مصاري 5 مرات زياده، ما عندي مشكله. ما راح اكون عاطل عن عمل وما راح اتذكر اني كنت وزير اصلا. وثاني شيء انا بيعرفوا الكل هي الدوله، عملت وزير 5 مرات، طبعت نمره وزير شي مره او طلبت من الداخليه يعطوني نمره وزير؟ لا قدمت ولا اخرت يعني. فمنا شغلي بعتبر حالي شو الوزير؟ وزير سيرفنت بيجي بتجي على الدولة، انت بيكون بتشتغل شغل موظف للدولة وبتساوي شغلك وبتروح على بيتك. السنطي يعني منا هالقصة الكبيرة. بعدني بروح انه شو ما عارف شو الامتيازات اللي كانت عندي اياها انه كنت وزير وبطلت وزير. حدا يعني يروح يشوفوا بالمالية قد ايه بصرح عن ضريبة من شغلي مثلا. هذا اذا بالموضوع المادي. بالموضوع الشخصي بروح على دول بيستقبلوني احسن. هلا بروح بروفيسور زائر على جامعات بدل ما كانت تستقبلني سياره مكسره وشم ريحه جرائم مرافقين، بيستقبلوني احسن بروفيسوريه واحسن اساتذه وبنزلوني باحسن اوتيلات وواحد واي اكسل بيشغلوا شيء. ما عندي هالمشكله. بالمشكله السياسيه، واذا عندي راي، اذا الانسان ما عنده راي ما بكون مسلم اصلا وما بكون شيعي. اذا ما عندي راي ما بكون مسلم شيعي. اذا ما عندي راي واذا ما بقول رايي، شو في حدا بفكر عني وحدا بياخذ قرار عني؟ وانت بتخلفك امك وبيك، وفي حدا بده يفكر عنك وياكل عنك ويشرب عنك وينام عنك ويموت عنك؟ مش موجودة بالدين، بصير كافر. هيدي مش موجودة. احنا بالفكر الشيعي وغيره الإمام الحسين كان عليه، وهلا احنا بعاشورة 60-70 واحد معه ووقف عند وجهة نظر وقال كلمته قدام ناس كتار ما لها علاقة هيدي. فهذا الموضوع يعني ما ولا مرة اتطرقت له بياخدني وبيجيبني هالموضوع ولا مرة. ما عجبني. وإذا واحد بعدين بده بتنعكس عليه شو خسران أنا مثلا إنه قلت رأيي؟ هذه الشجاعة. بعدك عند رأيك يعني؟ أنا برأيي أنا بالعكس، أنا اللي اشتغلته واللي سويته بحرب تموز. شو في حرب تموز؟ كانت قصف وكيف ترد نجيئة القصف وكذا. مش كل العالم شهد إنه هيدي أهل مستوى كنا قايمين فيه بمعالجة أزمات وغيره بالحوارات السياسية وغيره. زملائي بيعرفوا بمجلس الوزراء مش كنت أكتر واحد متقدم بدفاع عن المقاومة اللي هي أساسها الوحدة بين حركة أمل وحزب الله وأساس الإمام الصدر وبعدين دولة الرئيس بري اللي كفى فيها وشي. فإنه ما شفت شيء غلط صار أنا بالأساس. هلا بتقلي والله جاي تحاسبني إنه واحد فهم عليك هيك أو هو قايل هيك عن سنك؟ يحير خير شو فيها؟ ما شفنا فيلتمان كان هون، بعدنا في شفناه قاعد بإيران عم يفاوض كيف بدهم يركبوا الوحدات وشو بابا. يعني هذا السياسي بتصير السياسي وبتتغير وما حدا حكى عليه، ما شفت حدا حكى عليه إنه يهودي وما عارف شو وكذا وشي. هيدي أمور طبيعية وما عندي خوف يعني، لانه اليوم اذا ربنا كاتب لك عمر لا حدا فيزيد لك اياهم سنين ولا حدا فينا اصلا سنين. هي موضوع محسوم. واللي بسويهم لاخلاقك واحترامك للناس وشجاعتك هولي ما بتتعلمهم، بيخلقوا معك من امك وبيك بمعدل 80%، بتعمل لهم ريفايننج بمعدل 20%. الحياه بتتعلم. في ناس الحياه بتعلمهم يقشطوا. هل قد حجم القصه يعني؟ موضوع ما كثير لا زعجني قبله لا بيزعجني هلا. بس في مره حدا من حزب الله حكاك بالموضوع؟ هو اكثر شيء اصحاب ان يهن ليلا نهارا بس انه بموضوع الوكيل. لا ابدا لانه منه هذا موضوع. هذا موضوع بيعرف الحزب اكثر من غيره وبيعرفوا علاقتي انا وياهم وبيعرفوا لهالسبب عم احكيك هيك. هذا كله موضوع مقطوع الامل منه في ظروف معينه ومش ضروري. ليش بدي ضلني وزير؟ ما انا جيت 5 مرات وزير. ما هو الشغل الغلط، انا مره سالوني الطلاب بمحاضره
انه شو خبرتك بهيدي؟ بقول له قلت له انه غلط كون ثلاث مرات وزير برا بعضهم، لانه كان لازم اجي بمشروع والدوله هيك لازم جفرمنت، بتجي انت بترم اربع سنين بتجيب التيم تبعك، بتجيب الفيجن تبعتك، بتطبقها، نجحت نجحت، ما نجحت تفتح الطريق لغيرك. ما عليك، كنا حابين نكمل بهالموضوع بس عندنا جدول اعمال لازم نبحثه. هل اقترب موعد انتخاب رئاسه الجمهوريه ولا لا يزال مرتبطا بنتائج النزاع الدائر او الصراع الدائر في سوريا؟ لك من الخطا ربط الصراع بسوريا برئاسه الجمهوريه، لانه بتعرف هذه الصراعات ومعالجه ذيول الصراعات مشكله طويله كثير، وهذا خطا كبير الواحد. بس عمليا وقف الانتخابات بانتظار سوريا؟ لا 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 لا، بانتظار شو؟ في ما حدا بينكر انه نحن مش عايشين لحالنا، الوضع الاقليمي فلان بيستخدم هي الورقه هون، في السعودي، في الايراني، في المجتمع الدولي، انه والله انا بسهل لك هون بسهل هون. ليه؟ لانه الامور معقد كثير. هي المنطقه قلت انا هي المنطقه اليوم مثل صندوق الفرجي، له خمس ست ازازات، بتمد راسك كل واحد بيكون شايف شيء، انت بتكون شايف انه هون في اسد، هذا شايف هون في نمر، كل واحد شايف اليوم الازمه من وجهه نظره. لا بس بقى رئاسه الجمهوريه، رئاسه الجمهوريه بلبنان هي وموضوع لبناني لمعدل 70% او 60-70%. طيب يعني الجهد اللبناني مزبوط انه فريقكم رافض يبحث بغير ترشيح العماد ميشيل عون؟ في عندك مرشحين، المرشحين يعني اليوم في مرشحين، سمحت السيد حسن كان واضح قال انا مرشح الجنرال عون. لا. شو الغلط؟ مش مشكله، يمكن كتل سياسية تاني تتفق وتقول نحن مرشحين فلان. مرق صار فيه الفراغ 170 نهار 160 نهار. إذن إذا بعد بده يبين مرشح توافقي في خيار من اثنين. هو المرشح بتسمي مرشح وبتنزل تنتخبه. كيف المرشح؟ مرشحك فلان. ما عليك يعني كنت صريح بأول أول نص. لا لا صريح بعدني معك. الحلقة هلا بكل بساطة لن ينزل فريقكم السياسي إلا الانتخاب العماد ميشيل عون. ولا مرة غابوا الانتخاب العماد ميشيل عون. لا غابوا نواب الرئيس بري، ولا مرة غابوا عن الجلسات. لا بمعنى أنه بتعرف حضرتك أنه ولا مرة غابوا عن الجلسات. هيدا توزيع أدوار بينك وبين حزب الله. هلا في تحالف واضح، مش عم يقولوا عنه توزيع أدوار، عم يقولوا الحزب واضح بشكل واضح وعندهم التزام وهن مرشحين الجنرال عون. هلا كتلة الرئيس بري عم تنزل على الانتخابات على طول. هلا كيف بصير في مفاوضات بعدين، كيف بيتفقوا، كيف ممكن اللي صار في مفاوضات، ليش بدك تحط عنا في مفاوضات طويله عند بين الرئيس سعد الحريري؟ نعم. في مفاوضات طويله بين الرئيس سعد الحريري والجنرال عون كمان، يمكن يصير في اتفاق من هونيك ومعه الحزب وهو ونحن، صارت كافيه القصه. يعني خليني اسالك بحسب معرفتك وعلاقتك الوثيقه بدوله الرئيس بري، وقلت لي انه يكون عم يحضرنا هلا وتحياتنا لدوله الرئيس، هل يقبل دوله الرئيس بخوض اسم غير اسم الجنرال ميشيل عون لرئاسه الجمهوريه؟ اليوم دوله الرئيس بري همه الاول يكون في رئيس جمهوريه، والرئيس ميشيل عون هو حليف للرئيس بري. نعم. وما في تمييز بهالموضوع هذا، ومن الطبيعي المخاض الانتخابات بتاخذ بالسياسي هذه اياها السياسي. نعم. بتكون بمطرح بتروح على مطرح وشيء، بس القصة انك انت مش مهم انت بدك ولا لا. طيب فرضا لو الرئيس بري حاطط براسه حدا غير الجنرال عون، شو كان منعه ما ينتخبه هلا؟ لانه ما فيك تساوي هالشغلة، انت ما قادر هلا، انت بديد لوك، لا انت قادر تجيب من هون ولا انت قادر تجيب من هون. انت اليوم بوضع ما حدا عنده أكترية يجيب رئيس جمهورية. طيب بتقلي طيب منعب بتحبوا يقعدوا اليوم البطرك عم يحكي غيره. لا. عم يحكي طيب حدثك مع الوزير حدثك. نعم. هلا قلت كلمة جوهرية. نعم. يلي هي انه ما حدا قادر يفرض رئيس جمهورية بلبنان، هلا ما حدا قادر يركب. طيب. رئيس جمهورية بالانتخابات الموجودة. طيب. هل بدك تروح على حوارات ولا تتفق تعمل جنرال كونسنسس؟ بده الرئيس بري اكيد. انا بهالمرحلة همه الاول بعد تثبيت اشكال المؤسسات راضي ولا ما راضي عنها، مرحلة همه الأول هو رئاسة الجمهورية بحوارات ثنائية ثلاثية. غبطة البطرك موجود عم يحكي بالشارع المسيحي شو الانفلونس وقد ايه قادر يضب يتابع الاجتماعات اللي صارت ببكركي سابقا، وانه الكل بينزلوا على مجلس النواب وغيره. ليه؟ لحتى تكون يعني ديك بدي اسألك، ما صارش ببكركي اجتماعات واتفقوا الكل انه ما حدا بيقاطعوا وبينزلوا؟ طب الرئيس بري عنده موني على الشارع المسيحي أكثر ما عنده موني غبطة البطرك مثلا، هيدا موضوع سياسي. نعم. مع الوزير لابد من إشارة إلى قضية الإيبولا. نعم. هل لبنان بمنأى عن هذا الوباء، خصوصا علاقة لبنان بأفريقيا الغربية علاقة قوية؟ لأحكي كم خمس دقائق قضية الإيبولا. اللي صار مزبوط بالبداية، وأنا بحكي على الموضوع الشق اللبناني، اللي صار بلبنان ممتاز، العمل ممتاز،
والوزير بوفعور وفريق الوزارة وشيء قاموا باللي انطلب منهم دوليا ضمن المنظومة الدولية. ولكن الإيبولا بحد ذاتها هو موضوع صار فيه خلل بالبداية وبالمناطق الأوريجين اللي صارت فيه، وصار فيه بعدين مبالغة بعملية الوقاية منه أو عدم تقدير لانتشاره لطريقة انتشاره، وهذا مش غلط أنك تاخذ بعض الإجراءات. ولكن مع الوقت بصير بعض الأبحاث وشي تبينت أنه الأمور لا مش بالطريقة اللي كان عم ينحكي عنها. بالأول الفترات حكيت أنا بكل العالم اللي عدد سكانه بالمليارات، أزمة صار مبينة بجنيه من ديسمبر الماضي، يعني رح نصرها سنة، في 72 حالة خارج هو ثلاث مناطق بكل الأربع ملايين اللي انصابوا. وبعد بقول أكتر دولة بيسافر فيها عالم وفيها مطارات وفي عندها قواعد عسكرية برا وانتشار بأفريقيا وغير أفريقيا، الولايات المتحدة الأمريكية انصاب فيها أربعة، من أصلاً اثنين حكمة وممرضة كانوا عم يحكموا هونيك وانصابوا لأنه هونيك العلاج الصحي ضعيف ومنا راكبي. بالفترة الأولى من أصل 7000 حالة مات 4500 بأفريقيا، هذا رقم كبير. هلأ من أصل صاروا 14000 حالة بهوت للدول بأفريقيا، حالات الوفاة 4500 4600. إذا تعرفوا على المرض كيف تتعامل معه، شيء واحدة من كل خمس حالات اللي انصابوا هنو عم يغسلوا الجسس ليدفنوهن. طريقة انتقاله لكن كونتاجيوس مش بالسهولة اللي نحكي عنها، مش إذا سلم على مريض أو حكيت معه أو تنفس بوجهك أو عطس بوجهك. هيدا مرض بينتقل بالإفرازات، وبإفرازات بده يكون في بريك بالسكن، بده يكون في جرح بالجلد، يعني بدك تجي واحد إفرازات البول تبعه أو البراز أو شيء تكون عم تشتغل فيهم بديك أو عم تحكمه بديك ويفوت بالجرح ميكروب. واللي حامل الإيبولا إلا إذا كان مريض وعنده نسبة فيروس كتير عالية بالدم مش ممكن يعدي. فلهالسبب عملية الانتشار تبع الإجراءات اللي عم تتاخد واجب. بلبنان بس سجلت حالات عم يقولوا ماشي، ما تسجل حالات. اللي الناس الأكثر عرضة هني أصلا هني العاملين الممرضين واللي عاملين بالقطاع الصحي، الأمبولانسز، الممرضات، الحكمة، الأطباء اللي بيعالجوا هالأمور. سائبة الحالات هونيكي صارت هي الحالات الكبيرة، لأنه هي الدول بالأساس ما فيها نظام صحي انك يعني برايك بلبنان لا ما عليه ممكن يصير، ليش ما بدوش يصير؟ بصير حالي حالتين بس. انا اللي مفهوم هيدا منه ما بصير جائحه هيدا المرض، يعني هيدا ماكسيموم ابيديميك محصور بمنطقه جغرافيه معينه. وعلاجاته صارت قويه، اللقاح اللي عم يشتغلوا عليه صار قريب، بس لحتى لو وجد اللقاح ما لازم ينعطى الا للي بيقبلوا وعندن هاي ريسك او بالمنطقه اللي فيها الابيديمي، يعني ما بصير بانديميك، ما بصير بكل العالم. معالي الوزير اهلا بك في ام تي في، شكرا على شق الصراحه يلي كشفت فيه عن اسئله تدور في خلدنا لفتره طويله. الله يخليك. مشاهدي ام تي في الشكر لكم للمتابعه، وتذكير ان بامكانكم متابعه اخر الاخبار عبر صفحتنا ام تي في لبنان نيوز على تويتر، فيسبوك، وام تي في.com.lb. الى اللقاء. شكرا.